تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة مساء أمس الاثنين من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية يبلغان من العمر 29 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في اقتراف عملية سرقة من داخل محل لبيع الحلي والمجوهرات. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم أن مصالح الشرطة القضائية مدعومة بتقنية الشرطة العلمية كانت قد باشرت صباح يوم الأربعاء 21 من أبريل الجاري جاءت معاينة سرقة من داخل محل للمجوهرات بحي المصلى بطنجة، تم الولوج إليه من خلال إحداث ثقب بجدار بناية مجاورة لمسرح الجريمة قبل الاستيلاء على قطع مهمة من الحلي والمجوهرات. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة وتوقيفهما، وذلك قبل أن يتم استرجاع جميع المسروقات بعد إجراء عملية تفتيش بمنزل شقيقة أحدهما بحي العوامة بنفس المدينة. وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.